نظمت مؤسسة نبيل الكاتب برئاسة النائبة نيفين الكاتب عضو التحالف الوطني للعمل التنموي فعالية كبرى لتجهيز ما يزيد عن 25 ألف كرتونة مواد غذائية والألاف من قطع الملابس الجاهزة والبطاطين ضمن مبادرة كتف في كتف. تقام هذه المبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ العمل التنموي المصري. مبسوطة جدا ان انا بساعد اهالينا، وانا فعلا انا مبسوطة ان انا بقدم في مبادرة خيرية. النهاردة بنشارك في تعبئة كراتين المواد الغذائية للمشاركة في مبادرة كتف في كتف تحت رعاية مظلة التحالف الوطني والتنموي. المؤسسة شاركت قبل كده في عدة اشياء، حيث قامت المؤسسة بتوزيع ملابس شتوية على اطفالنا الايتام على مستوى محافظة البحيرة. زورنا من خلالها اكتر من 100 مدرسة على مستوى المحافظة. بحب العمل ده جدا، ان انا بساعد الناس ومعاهم، وبحب اقول لهم ما يلاقوش احنا دايما معاهم يعني، وان شاء الله هنعمل كل حاجة حلوة معاهم.